في ذات السياق أكد سعادة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة في مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد أن ذكرى الميثاق شاهدة على إنجازات القطاع الصحي ومواجهة جائحة كورونا التي لقيت إشادة من منظمة الصحة العالمية، حيث لقي القطاع الصحي دعما لا محدود. طبعا تأتي هذه الذكرى الآن بذكرى الإجماع الشعبي الذي بلغ يعني أكثر من 98% ليجسد النهج طبعا الحكيم والرأس السديد التي رسمت مسيرة العطاء والازدهار. خلال هذه الفترة حظى القطاع الصحي على وجه التحديد باهتمام متواصل ودعم لا محدود من لدى القيادة طبعا الحكيمة وقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. قدمت مملكة البحرين للعالم نموذجا ومثالا يحتذى به في مجال التصدي لجائحة كوفيد 19 من حيث ما تتميز به المنظومة الصحية ومن خلال الإجراءات والإرشادات اللي يعني نجح فريق البحرين في تنفيذها وتحقيقها حفاظا على صحة جميع المواطنين والمقيمين والحمد لله. وقد تحقق طبعا هذا من خلال ارتفاع نسب التطعيم المجاني وتجاوز العديد من التحديات، كما تم يعني إدارة كافة الجهود الوطنية للتصدي للجائحة بمجموعة كبيرة من الخطوات والإجراءات والاحترازات والتدابير الوقائية والاستباقية، وهذا جعل البحرين طبعا تتبوأ يعني منزلة كبيرة جدا وبشهادة منظمة الصحة العالمية. يبرز اليوم الدور الجديد للوزارة، وذلك يضم طبعا هذه المنظومة المتجددة تساهم وزارة الصحة بدورها الجديد المنظم والمراقب للخدمات الصحية إلى جانب تقديم وتنظيم خدمات الصحة العامة وتعزيز الصحة وبرامج التوعية والتثقيف ومكافحة الأمراض المزمنة غير السارية والسارية كذلك منها والمعدية، إلى جانب العمل على تقديم خدمات الصحة النفسية والرعاية الخاصة لكبار السن في المستشفيات غير الخاضعة للضمان الصحي. جميع هذه المشاريع والمبادرات تعد امتداد للرؤية طبعا الحكيمة الثاقبة التي أرساها ميثاق العمل الوطني على الصعيد الصحي لتضاف إلى جميع المنجزات المشرفة والحمد لله.